أهلا بكم أعزائي المشاهدين إلى حديث المساء، ونناقش لهذه الليلة انطلاق مشاورات الرياض غدا برعاية مجلس التعاون الخليجي. وبحسب ما هو معلن فإن الجلسة الأولى ستشهد كلمات لمبعوث الدولي، مبعوث الأمم المتحدة، وكذلك أيضا مبعوث الأمريكي، ومبعوث أيضا مملكة السويد الخاص إلى اليمن، وستبحث الشراكة ما بين مجلس التعاون وأيضا اليمن. وهذه المسألة ربما إذا كانت هناك جدية قد تبحث من خلال الدولة اليمنية مع مجلس تنسيق من مجلس التعاون الخليجي ومع الدول الموجودة في دول المجلس. أيضا هناك محور سياسي، تقييم وضع سياسي الراهن بحسب ما جاء، أيضا جلسة لتوضيع لتقييم المحور الاقتصادي والتنموي، وأيضا جلسة لتقييم الوضع الأمني ومكافحة الإرهاب، وجلسة للمحور الإغاثي والإنساني، وجلسة لتقييم الوضع الاجتماعي الراهن، وجلسة لتقييم الوضع الإعلامي الراهن. وكأن اليمن في حالة سلام ولا تشهد حرب وانقلاب مع جماعة الحوثي، وإنما المشكلة مع الإرهاب. عموما تبدو هذه المحاور يعني فضفاضة وتحتاج إلى تفصيل، وهو ما نناقشه مع ضيوفنا لهذا المساء. الأستاذ محمد المقبلي، كاتب والسياسي المعروف، معنا في الاستوديو. أهلا بك أستاذ محمد. أهلا أستاذ عبد الله، مرحبا فيك. وأيضا نرحب بدكتور عبد الله الشهري، محلل سياسي سعودي أيضا عبر الهاتف. أهلا بك دكتور عبد الله الشهري. حياك الله. عبد الله التنومي يا أخي الفاضل. نعم، عفوا، عبد الله التنومي، ويبدو أن هناك خطأ. نعم. وأيضا نرحب بالأستاذ نجيب غلاب، وكيل وزارة الإعلام. أهلا بك أستاذ نجيب. أهلا أهلا وسهلا بالمحمدين وبالأستاذ عبد الله وبالمشاهدين. نعم، ولو نبدأ معك أستاذ نجيب غلاب، ما الذي تعكسه هذه لنقول جدول أعمال المؤتمر، وما الذي يعكسه؟ نعم، هذا الجدول ربما هي أهم القضايا. صحيح أنه هناك قضايا كثيرة يعني تواجه الشرعية، وفي خلل كثير في كثير من الملفات، لكن هذه أيضا أنا أعتقد أنها قضايا مفتاحية. هنا تجمع كبير لكثير من السياسيين والإعلاميين والعسكريين والأمنيين، وتمثل نخبة الأطراف مجتمعة، وهي أطراف كثير منها مثل الانتقالي موجود، والمقاومة الوطنية، وكذلك الإصلاح، وكافة الأحزاب التحالف الوطني. هذه الكتلة لديها رؤية كثيرة وقد راقبت الوطن، وبالتالي أنا أعتقد أنها ستفتح كثير من الملفات وكثير من المشاكل الموجودة لمحاولة التقويم وإحداث وإصلاح الخلل وتقديم رؤية متكاملة فيما يخص إعادة بناء الشرعية. هل إعادة بناء الشرعية أم السلام مع الحوثي؟ ما هو الهدف الحقيقي؟ السلام مع الحوثي هو مطروح بشكل دائم منذ أن من قبل يعني السطوة الحوثية على صنعاء، وبشكل دائم الحرب التي يخوضها أبناء اليمن ضد هذه الحركة المتمردة الكهنوتية هي حرب إجبارية، وهي من فرضت الحرب منذ نشأتها الأولى إلى اليوم، وبالتالي أنا أعتقد أنها منظومة حربية، وطبيعة الحوثية لا تسير باتجاه السلام، هي مرعوبة من السلام ولا تعيش إلا بالحرب. وبالتالي أم اليمنيين أمام خيار، هل تظل هذه الحوثية تدير حرب حتى تحول اليمن إلى مكبرة، أم يعيدوا لملم صفوفهم ويعيدوا ترتيب كافة أوراقهم ودولتهم بأبعادها المتعددة بحيث يتمكنوا من الواجهة وتقوية أنفسهم، وأيضا يعني القيام بوظائف الدولة كما هي، وأحد أهم هذه الوظائف هو إنهاء الانقلاب. نعم، إذن الهدف هو بناء الشرعية وإنهاء الانقلاب كما نفهم منك، لكن لا يبدو هذا واضحا من الـ 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 ربما من الجدول، جدول الأعمال ربما هو هدف ضمني أو مخفي أو سري قد نشهده من خلال المداولات ويخرج على لسان اليمنيين، ولا تريد دول مجلس التعاون الخليجي أن تتبنى بشكل معلن وتقول أنه جاء عبر اليمنيين. سأعود إليك أستاذ نجيب غلاب، وأيضا أستاذ محمد المقبل، أيضا كيف رأيت هذا الجدول؟ مرحبا بالأستاذ نجيب وأيضا بالضيف الكريم، لكن في حقيقة الأمر إذا كانت العنوان الأساسي هو الدولة اليمنية، الدولة اليمنية وفق جدول الأعمال الموجود بين يديك لا يتضمن أهم نقطتين أساسيتين تحتاجهما الدولة اليمنية في هذه المرحلة الراهنة من كل القوى المنضوية تحت الشرعية اليمنية أو
المناقضة للمعسكر الحوثي. أنا أقصد ذلك فكرة الوحدة المالية للدولة اليمنية، وحدة الموارد المالية لا تتضمنها أبدا جدول الأعمال. ربما الجانب الاقتصادي يقول تقييم الوضع الاقتصادي الراهن ويشمل كل شيء، الموارد ما إلى ذلك. هي الأمر السياسي بالدرجة الأساسية مثلا، يعني هنالك مثلا قطاع منفصل ماليا وعسكريا في المخا، المهرة نفس الكلام مواردها المالية ليست متصلة بالمورد المالي الرئيسي، مارب، أشياء كثير. والنقطة الأخرى وهي الأهم والأبرز فيما يتعلق اللي هي بوحدة القوى المسلحة المناهضة للحوثي تحت لافتة الدولة اليمنية وتحت لافتة وزارة الدفاع اليمنية. أنا أعتقد أنا وفق تقديري الشخصي هذه النقطتين الأساسيتين التي يمكن أن تساهم بشكل كبير جدا في تقوية الدولة اليمنية، لكن هذا للأسف الشديد لا يتضمن، يعني كأن الدولة كأن الأمر أشبه بورشة على طريقة تلك الورشات التي كانت تعقد في فندق إيجل أو موفنبيك في صنعاء. يعني هنالك يعني فيما يتعلق بالنقطة التي أشار إليها الأستاذ نجيب اللي هي فكرة بناء الشرعية، أنا أعتقد أن الشرعية اليمنية يعني لا ينقصها البناء بقدر ما ينقصها إرادة سياسية عسكرية داخلية من الدولة اليمنية، بالإضافة إلى إرادة عسكرية من التحالف فيما يتعلق بالبناء الشرعية. هل يحتاج هادي الضيف عند السعودية أن تقلب له كل هؤلاء الناس اللي تعمل معهم بادرة السعودية مثلا؟ تجد الهدف إزاحة هادي؟ أنا بصراحة طبعا مستغرب جدا كيف يتم مثلا الحديث عن مسألة الدولة اليمنية وهذا الجسم الكبير الذي حضر إلى مؤتمر الرياض معظمة بنسبة تقريبا حوالي 65 إلى 70% من الأجسام خارج الشرعية، يعني مثلا ناشطين، صحفيين، على سبيل المثال أطراف خارج الدولة. أيوه خارج الدولة، يعني ما يعني مثلا على سبيل المثال ما الذي ستسهم مثلا في ابتسام أبو دنيا في مسألة بناء الشرعية في هذا الظرف الراهن؟ يعني نحن ليست نعم تشومسكي مثلا على سبيل المثال، وأنا هنا لا أستخدم فقط تحليل عينات سياسية من داخل هذا الجسم. إذن غير معنيين ببناء الدولة؟ نعم، يعني وفي تقدير الشخصي لا، يعني أنا مثلا عندي معلومات أنه أمس تم اللقاء ما بين الحزب السياسي وبين محمد الجابر واستمر اللقاء لمدة 3 ساعات، لم يتم هنالك الخروج حول نقطة معينة ومحددة ما هي التغييرات السياسية التي ستتم على ضوء هذا المؤتمر وما هي انعكاساتها على طبيعة المعركة التي تخاض ضد ميليشيا الحوثي. يعني هنالك لا توجد هنا فكرة غياب، يعني إلى الآن لا يوجد، الكل يتداول شائعات لا أحد يعلم مثلا من أصدرها، مثلا بين الشائعات أن هنالك نواب جديد مثلا سيكون الرئيس، ومن بين أيضا ما يطرح يعني مثلا على سبيل المثال وما يتم تداوله مثلا في الرياض مثلا على سبيل المثال ان هنالك دخول يعني مباشر فيما يتعلق بتحديد شكل الاقاليم، يعني في اشياء مثلا الاقاليم والنواب الرئيس يحتاج الى تعديل دستوري. بالضبط، تعديل الدستوري يحتاج الى استفتاء شعبي عام. بالضبط، ممكن أيوة. يمكن ان يتخرج مثل هذه التخريجات؟ ما اعتقد ذلك. ايوه، الجانب الاخطر وهو الاهم ان المرجعيه الاساسيه التي يمكن على ضوءها يتم البناء الاقتصادي والبناء الامني على ضوء الجدول الأعمال الموجودة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ليست العامل الأساسي الموجه بشكل واضح وصريح لطبيعة هذه المشاورات، وهي تعتبر المرجعية الأساسية والتي من خلالها يمكن أن نتحدث عن التوازن وبناء الشرعية ولا مركزية السياسي والملف الاقتصادي وأيضا كثير من النقاط الموجودة. عموما تجد أن هذا غير واضح الأهداف. نعم، نعم. عمومي ومرتبك. أيوة، أنا أعتقد أن هذا عبارة عن مثلا أشبه بزفة العريس والعروس والعروسة لا يزالوا مجهولين حتى هذه اللحظة، وسيتم إخراجهم في لحظتين. أتمنى ألا يتحكولوا بالكوشة يتحكولوا بالكوشة. نعم، سأعود إليك محمد المقبلي، وأيضا نشرك معنا عبد الله التنومي المحلل السياسي السعودي، وأيضا كيف يرى جدول الأعمال هذا المعلن على الأقل. الله يا أخي الفاضل، أولا نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفق الأخوة اليمنيين فيما يصبون إليه وفيما تصبو إليه المملكة العربية السعودية والأمارات العربية المتحدة، هذا أولا. ثانيا، يعني جدول الأعمال يعني ضبابي لحد الآن، والضيوف اللي حضروا أيضا ضبابيين. هناك عمالقة اليمن لا يزالون في تهامة والجبل لم يدعون، و يعني لو أقل ما في الموضوع لو قال لهم الرئيس هادي أنا انتهت مدتي 2 سنين وأنا الآن جالس أوفر زيادة يعني، وعليكم أن تبحثوا عن شخص آخر، لا تستطيع أن تختار من الموجودين لأنهم كلهم إعلاميين. فالقضية قضية تحتاج إلى مراجعة. الملف الاقتصادي صعب، صعب جدا جدا الآن في اليمن. المواطن اليمني ما وصلته رواتبه، لا يستطيع أن يدخل رمضان،
ما هو عارف كيف يقضي أحواله، الأوضاع غير مرتبة، الناحية العسكرية ما في أي تحرك، 7 سنين ونحن في زاوية واحدة، الأوضاع تحتاج إلى زحزحة. المفروض أنه التحالف العربي يتخذ القرار. البند السابع في يد المملكة العربية السعودية التي فوضته به المجلس الأمن. مجلس الأمن فوضك المملكة العربية السعودية. لا 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 لا, لا, لا هذا غير صحيح عبد الله التنومي، هذا غير صحيح. التدخل السعودي في اليمن مبني على استدعاء من رئيس الجمهورية هادي. نعم البند نعم السابع نعم صحيح هو لا يفوض. اسمح لي اسمح لي لا لا يجب ان نشرح تعين هادي. لا لا اسمح لي ان نشرح هذه الجزئية. هادي كيف تعين البند السابع لا يفوض قوات، او الفصل السابع لا يفوض قوات عسكرية مشكلة من مجلس الأمن واصدر بها قرار، انما تحت الفصل السادس. وتدخل العسكري في اليمن هو تحت إطار استدعاء رئيس الجمهورية عبد الرب منصور هادي. يجب أن نوضح هذه الجزئية. تفضل. طيب ما دام أنك تبغى توضح أنا أيضا أود أن أوضحك من الناحية القانونية، خلك معي. لا لا هو القانوني هذا واضح. الرئيس علي خلك وعطني فرصة. طيب أنت تبغى تأخذ الكلام لوحدك خليك تفضل. معي الرئيس علي عبد الله صالح لما أقيل وحطوا بداله هادي اشترط مجلس الأمن أن يكون اليمن تحت البند السابع، وكان هذا في الرياض، وسلم هذا الموضوع للمملكة العربية السعودية. الحين استوعبت الموضوع؟ هذا أيضا غلط. هذا أيضا غير صحيح. علي عبد الله صالح استقال وفق مبادرة خليجية رعتها الرياض، بنتها الأطراف اليمنية المحلية، لا علاقة لها بالفصل السابع أيضا. تفضل. الفصل السابع فرض مجلس الأمن في الأخير، يعني أتى لاحقا وهو ومعني بالرقابة على وصول الأسلحة، على إعاقة العملية السياسية، لكنه لا تستند عليه أي شيء من الحقائق على الأرض، لا تستند عليه العملية السياسية، لا تستند عليه أيضا. لا لا أوضح لك، اسمح لي. شيء والشائعات شيء، هذا الشائعات التي تقولها أنت هي الشائعات، هي الشائعات. لكن علي عبد الله صالح تنازل بموجب انتخابات تمت، وتم التسليم لهادي لمرشح وحيد، هذا حصل وفق مبادرة خليجية، لكن ذهبت إلى انتخابات. هو اللي رشح هادي، هو اللي رشح هادي ورقاه. نعم لنتجاوز هذه المسألة. نعم القصة هي جدول الأعمال، جدول الأعمال الآن، هذا ما الذي يريده من خلال قراءتك كمحلل وكمتابع؟ يا أخي قلت لك الرئيس هادي لو الآن قال لهم يا جماعة أنا هذه استقالتي، الرجل أبيض وجه، لأنه مدة سنة قل لهم أنا كملت فترتي وأريد تعالوا اختاروا رئيسا جديدا. كيف يا أستاذي؟ يعني الفكرة أنه هادي يقول انتهت فترتي وتعالوا نختار رئيس جديد بدلا عنه مثلا، يعني لو أحرج المجموعة دي وقال لهم يا جماعة أنا انتهيت خلاص، دوروا لكم أحد يشتغل في هذا الوظيفة. فهذه مشكلة، هذه بالنسبة للأخوة اليمنيين، لأن الحضور أكثرهم إعلاميين، ما في أحد من القوى القوية اللي موجودة في اليمن. الاختيار كان في نوع من عدم التدقيق، وأنت تدري بهذا الشيء والأخوة اليمنيين يعرفون هذا. طيب المشكلة اللي أنا تهمني حقيقة يعني أكبر من الاجتماع هذا كله هو المواطن اليمني. المواطن اليمني يشتكي، ما عنده راتب، ما عنده كهرب، ما عنده غاز، ما عنده موية، طيب إيش نسوي؟ هذه كمان مشكلة، يعني يجب أنه يتدخل التحالف بإيصال بعض الأشياء التي تهم المواطن اليمني على الأقل في المناطق المحررة. ليس بالضروري أن يتعاملون مع التجار الأولين اللي يشتغلون في الطاقة ويشتغلون في المواد الغذائية، يغيرونهم يعني، وليكونون من الخليج يأتون بها مدعمة للمواطن اليمني حتى لا يكون هناك تكسب من وراء الضعيف والمسكين في 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 في, في اليمن. أنا متابع شديد المتابعة للأخوة في اليمن وللأحوال في اليمن. وضع سيء يا أخي، وضع سيء يا أخي. هذولا أجدادنا ونحن أحفادهم، يعني قلوبنا تنفطر لهم، فإحنا الآن نبغى نأكلهم ونشربهم ونسكنهم وبعدين نشوف طريقة كيف يتم التخارج من الحوثي. الحوثي هذا مصيبة عامة مش عليهم هم، هذه مصيبة على الإسلام والمسلمين، فخلونا الآن نوقفهم على رجولهم. فالملف الاقتصادي لم يقف، اللي بيجيب الطاقة من برا الجمهورية عمال يتكسب في هذا ولا يخاف الله ولا يتقيه، واللي بيجيب المواد الغذائية نفس الحكاية بيتكسب على ظهر الضعيف. طيب والريال اليمني ارتفع ارتفاع شديد جد، انخفض انخفاض شديد أمام ارتفاع الريال السعودي والدولار. طيب الضعوف هذول المساكين من يأكلهم من يشربهم؟
يا راجل طماطم ما يقدر يشتروه، خلونا يعني يكون ايش واضحين اكثر من اللازم. الوضع الاقتصادي اهم الان، وبعد كذا الوضع العسكري، وبعد كذا التحرير. فالموضوع يحتاج الى اجندات تنزل على القاعده. القاعده الناس تبغى تاكل وتشرب الان، ما في مويه عدن. نعم. ما فيها مويه، وضع الناس مزري. نعم موية. استاذ عبد الله، انت ترى ان وضع الناس مزري اقتصاديا وماليا، وان الاولويه الان لاغاثه اليمنيين اقتصاديا او الوضع، وليس لهذا المؤتمر الذي تعتقد انه غلب عليه الاعلاميين وليس السياسيين، لديك ملاحظات عليه؟ بالضبط بالضبط. اذا تعتقد ان هذا المؤتمر غير معني، يتجاوز المأساة الحقيقيه، يتجاوز الحوثي، يتجاوز الوضع الاقتصادي، ويقفز الى مناقشه مسائل ليست من الاولويات مثلا؟ كلها اولويه، لكن انه قد يكون المسؤولين في التحالف لا يعلمون ما هي المأساة التي حاصلة على الأرض. نعم. يعني العجائز الأمهات الضعوف المساكين اللي يصيحوا في الشوارع ما عندهم قوة شرائية عشان يشتروا لأولادهم في بيتهم موية، يشتروا لهم أدواتهم، رمضان دخل عليهم يصيحون. يا أخي يا أخي والله، يعني المملكة العربية السعودية والأمارات أنا أقول إنهم أبيض وجه، لأنهم أجاروا جارهم، لكن جارهم هذا يعطونه كل المخصصات ولم يوصلها إلى محلها اللي هي الشرعية. الشرعية تحتاج إلى جدولة، تحتاج إلى غربلة، تحتاج إلى تغيير، تحتاج إلى مساءلة، تحتاج تحتاج تحتاج، وحط تحتها 100 خط. نعم. إذن الفكرة من هذا المؤتمر هو غربلة الشرعية، يعني الذي ما قدر للحوثي يرجع باتجاه هذه. نعم سأعود إليك. لا عبد الله لا تجحدون الجميل يا اخي. نعم 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 سأعود اليك عبد الله الترمي، الفكره واضحه وعلى بلاطه. نعم هذه يحتاج الى غربه، لا ما قدرناش الحوثي نرجع على هذه اللي جالس جنبنا في غرفه. سأعود اليك استاذ عبد الله او عميد ركن محمد الكميم، وايضا انت احد الحاضرين في هذه المشاورات، ربما حضرت اليوم لاستلام جدول الاعمال، كيف تقيم وكيف تنظر الى هذا الجدول المعلن؟ اولا تحيه لك وللمشاهدين الكرام والضيف الكريم. انا اعتقد الضيف ما هوش فاهم كثير من الامور للاسف، انا بنسمع من داخل حقه، والرجال في وادي بعيد عن اللقاءات التشاوري تماما. يعني الان الحاضرين اكثر من 600 يمني، الجانب الاعلامي تقريبا 70 الى 80 شخص، وهم مش اعلاميين بس، يعني ايضا هم ايضا وكلاء وزارات و نخب سياسي وإعلامي على مستوى. هذا بالنسبة للجانب الإعلامي. أما من متواجدين اليوم فهم تقريبا من كل الأطياف اليمنية ومن كل الكتل اليمنية، ورأينا من المؤتمر الشعبي العام ومن الساحل الغربي ومن المكتب السياسي ومن الانتقالي ومن المؤتمر ومن الإصلاح، ورأينا قيادات قوية جدا، وغدا سينطلق المؤتمر بشكل رسمي، وهناك أمور طيبة. الجدول الأعمال واضح، غدا سيكون لقاء افتتاحي، ستلقى فيه بعض الكلمات من الأمين عام للتعاون الخليجي والمندوب الأممي والأمين عام منظمة التعاون الإسلامي والمندوب الأمريكي، ثم يتفرغ أو ينتقل العمل إلى جلسات ذات محاور ستة، كل محور ستديره نخبة متخصصة، الجانب السياسي على الجانب السياسي والجانب الاقتصادي، جانب اقتصادي سياسي إعلامي، الإعلامي، كل الجوانب ستعمل في أجندة واحدة وفي وقت واحد وفي توقيت متزامن لمدة 7 أيام حتى نصل بخلاصة نهائية. وتلقينا من الأخوة في المستعان الخليجي إشارة إلى أنه لكم كل الحق أيها اليمنيون أن تتفقوا أن تنهوا اجتماعاتكم في هذه الفترة، وإذا رأيتم أنكم ما زلتم بحاجة إلى وقت أكثر وبحاجة إلى وقت فنحن معكم. ما سينتج من هذه المخرجات؟ ما هو اللب؟ نعم ما هو اللب من الموضوع؟ أنا تابعت جدول الأعمال، أجده يحوم حول الحماية، يقدم عناوين عريضة عامة، بس ما هو الهدف؟ هل تغيير الشرعيه احدى التغيير في الاسم الشرعيه مثلا؟ ما لم 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 انت عارف يا استاذ عبد الله، معك في الملف العسكري والامني
كثير من الاختلالات وكثير من نقاط الضعف وكثير من المشاكل في الجانب العسكري والأمني. وقد تكلمت أنا وأنت فيها كثيرا، ضعف في القيادة، ضعف في إدارة المعركة، نواقص الجيش، نواقص القوات المسلحة، ضعف في الكفاءة القتالية، تكتلات عسكرية مختلفة الأجندات، كل تلك نقاط. كمان دكتور عميد ركن، كمان هناك ضعف في التحالف. نعلم أن الجمهورية اليمنية فقدت جيشها، فقدت دولتها منذ العام 2015. الآن من يقود البلد قرارا عسكريا وسياسيا هو التحالف. هل سنشهد أيضا مناقشة دور التحالف العسكري؟ كل النقاط سنطرحها على الأرض، على الطاولة، وسنناقش كل الاختلالات وكل الصعوبات وكل النقاط الضعف ونقاط القوة. أين أخطاء التحالف العربي في إدارة المعركة، وأين أخطاء الجيش الوطني في إدارة المعركة، أين السلبيات وأين الإيجابيات في إدارة معركتنا. أنت تعلم أن كل تلك الملفات المطروحة على الطاولة وفي كل المحاور لن تنجح ولن تنفذ إلا إذا نجح الشق العسكري والأمني، وهو يعتبر الملف الأول في نعم. يبدو أننا فقدنا الاتصال مع العميد الركن محمد الكميم. كيف تجد هذه الاطروحات؟ والله أنا طبعاً ما أحدنا اليمنيين الذي يؤمن باليمن الجمهوري وبالكلمات العليا للجمهوري إلا وهو مع أي تشاور سياسي يمكن أن يقوي الدولة اليمنية، لا أحد. لكن أنا أرى الأمر أشبه بطحن الطحين. إن قلنا إن اليمن أو الدولة اليمنية، ما هي ملاحظاتك الجوهرية على الأمر؟ مثلا يعني على سبيل المثال، لو كان الأساس البحث عن صيغة نظرية، ليس هنالك ما هو أنضج ولا أرشد صيغة نظرية للدولة من مخرجات الأحوار الوطني، فيها ترتيب للجيش والأمن، فيها ترتيب للإعلام، فيها ركائز أساسية متعلقة بالسياسة الخارجية، فيها أمور كثيرة جدا. إذا قلنا إن كان الهدف، إذا قلنا مثلا الهدف هو إيجاد مثلا صيغة لبناء جهاز مثلا أو شفافية مالية فيما يتعلق باستيعاب الوديعة تحسن الاقتصاد اليمني، أنا أقول إن في مخرجات الحوار الوطني، في فريق الهيئات المستقلة، واحد من أهم المخرجات التي دعمت استقلالية البنك المركزي بعيدا عن توصية، بعيدا عن وصاية السلطة التنفيذية للحكومة والرئاسة على وجه التحديد، وأن يكون لديه سياسة المالية، وهذا الأمر قد تم مؤخرا من خلال تعيين محافظ البنك. وإذا قلنا مثلا إنه الأمر يحتاج أيضا إلى صيغة نظرية لإعادة دمج مثلا المكونات الجديدة داخل بنية الشرعية على سبيل المثال، إذا افترضنا هذا الأمر، فأعتقد أنه قد تم دمج الانتقال الذي كان خارج جسم الشرعي من خلال اتفاق الرياض، وأصبح شريك في السلطة، عنده محافظين وعنده وزراء، يبقى عسكريات. أيوة، تنفيذ اتفاق الرياض، بالضبط، تنفيذ اتفاق الرياض تماما، استكمل هذه المهمة. بالضبط، نقول الجسم السياسي الآخر الذي واجه الحوثي وهو ليس ضمن بنية جسم الشرعي، اللي هو القوات الموجودة في الساحل الغربي يتم ضمها. أيوة، الأمر بسيط جدا. هل يحتاج الأمر إلى مشاورات؟ لا يحتاج، هنالك مكتب سياسي لهم يتم تمثيله داخل الحكومة، التحالف، أولا داخل التحالف الوطني للأحزاب السياسية، هذا الإطار الموجود في الرياض. نعم. بالإضافة إلى دمج اللي هو المجلس الانتقالي، وداخل صيغة التحالف، داخل صيغة هذا التحالف السياسي يمكن تمثيلهم سياسي. لا أحد يرغب أبدا في أن يكون هنالك جسم الشرعي مغلق سياسيا. أيوة. نعم، نقطة مهمة. إذا كان الأمر هو استيعاب، فالانتقال تم استيعابه، وكذلك بالإمكان استيعاب المقاومة الوطنية من خلال قسمها السياسي في الأحزاب التحالف الوطني، وكذلك أيضا استيعاب أعضاء منها في الحكومة. في عندي نقطة في غاية الأهمية عبد الله. ما هي؟ إذا كان مثلا هو البحث مثلا عن إيجاد بديل عن هادي، عن بديل مثلا عن شريحة، فنحن بصدد نقطة في غاية الأهمية، أنه يجب أن يكون هنالك إحداث تغيير أساسي أصلاً في شيء. يعني أنت كيف بتغير مثلاً الشرعية التي على ضوء أنت تدخلت بالدرجة الأساسية؟ تضرب بشرعيتك. أيوة، فاحسم المعركة وبعدين انتخابات مبكرة وفق العودة للشعب. أيوة، العودة إلى الشعب، الشعب هو الذي يحسم خيارات الشعب. يعني نحن في الأخير بلد جمهوري، وقدمنا في سبيل الجمهوري والدستور دماء من 48 حتى هذا اليوم. يعني المسألة هي النقطة، تجاوز الدستور ليست بالمسألة السهلة. النقطة الأهم يا عبد الله، إذا كان هنالك رغبة بالفعل للبحث عن إيجاد صيغة واحدة تضم كل القوى المناء والحوثي، ثم من خلالها يتم مثلا يعني اخراج ممثلين للدخول في مرحله ثانيه من التفاوض مع معليش الحوثي، فانا اعتقد انه علاقه بالتفاوض لا علاقه ببناء الدوله. بالضبط، هذا الامر ليس تمثيل شعبي ولا تمثيل سياسي، ولم يصدر بمن هم في الرياض قرار الجمهوريه، ودعوا من جسم خارج الدوله اللي هم مجلس التعاون الخليجي، وهي اشبه دعوه منظمه مدنيه وغير منتخبين ولا يمثل الشعب وغير منتخبين، يعني ليسوا ضمن التوافق ولم يختار ولا يعبروا عن القوى كامله، اذا كان اقصد اذا كان هذا الهدف للذهاب. لكن انا اعتقد تجاوبات يعني كثيرة جدا. نعم، سأعود إليك محمد المقبل وأطرح هذه النقاط على نجيب غلاب. أستاذ نجيب غلاب، استمعت إلى ما قاله المقبلي؟
الجزئية الأخيرة. هو نعم نعم نعم، لكن شوفوا هذه العناوين العريضة موجودة يعني في جدول الأعمال. نعم. يعني هي تحتها تأتي يعني هناك مجال لفتح القضايا كلها مثلا في الجانب السياسي. سنناقش كافة الأمور فيما يخص طبيعة التركيبة الشرعية، أداء الشرعية، كيف بالإمكان الإصلاح المؤسسي، حوكمة الأعمال، معالجة طبيعة العلاقات بين القوى السياسية، طبيعة من هم هؤلاء المدعوين يمثلوا من؟ يعني ما السلطة الممنوحة لهم والمخولة لهم؟ نعم، ما هي السلطة الممنوحة لهم ليقيموا أداء الدولة؟ خليني أعظم مجلس النواب موجودين. مجلس النواب اسمح لي نجيب، مجلس النواب يكون ذو سلطة من الناحية الدستورية، اسمح لي نجيب، يكون ذو سلطة إذا اجتمع بطريقة دستورية، لكن الآن يمثل نفسه. تمثيل فردي. ما هي القوة الموجودة؟ ما هي القوة الموجودة؟ ومجلس النواب يمثل إرادة الشعب موجود. لا يمثل. نجيب اسمح لي. نجيب أنت تفهم الدستور. إذا اجتمع الأعضاء بغير دعوة من مجلس النواب هيئة الرئاسة يكون حضورهم حضور فردي. لا يمثل مجلس النواب. شوف لما تحصل أزمات تهدد الوجود. يعني هل نقفز على الدستور ووجود على الشرعية القائمة ونجلس بدون شرعية؟ إذن الحوثي أقوى، الحوثي أكثر شرعية لأنه يوجد على الأرض. تقولني ما لم أقول. تفضل. أيوة يعني أنت بتعطي تفسير من راسك. أقول لك لما توجد أزمات يعني لا نحترم الدستور ولا نحترم الأسس السياسية المعروفة. طيب اسمع الدستور ولا هذا والشرعية، هو الاجتماع هذا سيحمي الشرعية القانونية للدولة وأيضا الشرعية الانتخابية، بشرط أن يكون هناك إحداث تغيير لإصلاح الخلل المؤسسي الموجود داخل الدولة. الدولة بكافة مؤسساتها لا تشتغل بطريقة صحيحة، هذا واحد، ولا يوجد خلل، وبالتالي نحن بحاجة بناء هذه المؤسسات وإصلاحها وحوكمتها ضمن خطة عامة تجعل الدولة وما يمثلها من شرعية، وهي شرعية شعب وشرعية رموز وشرعية قوة موجودة وشرعية مؤسسات. هذا ما يهمنا اليوم هو حماية مشروعية الدولة، ولا يمكن لهذه الدولة أن تستمر مشروعيتها إذا حصل خلل في أداء الشرعية، وبالتالي نحن نسير بإصلاح أداء الشرعية وإعادة انتظام القوة اليمنية تحت مظلتها. هذا هو الهدف العام. مسألة الإجراءات لتنفيذ مثل هذه الأهداف الكلية، هذه المسألة ستخلق ضمن إطار سياق التشاور الموجود اليوم في الرياض، وكذا من الجانب السياسي إلى الإنساني إلى الاقتصادي إلى الأمني. هناك نخبة متميزة، أنا اليوم التقيت وشفت أنه يعني في وجيه كبيرة وذات اعتبار، وصحيح أنه ناس ينتقدوا الجانب الإعلامي أنه كميته كبيرة، لكن أيضا الجانب الإعلامي ليس كلهم إعلاميين، علشان فقط في ضموا للجانب الإعلامي، لكن في منهم عسكريين، في منهم سياسيين من داخل الأحزاب. هذه ليست نقطة، ذات بال، يعني ليست نقطة جوهرية. نعم، هذه هو طرحها عبد الله التميمي، ليست مشكلة. يعني الآن الجميع أيضا من يمثلون، ليس الإعلاميين فقط، الجميع من انتخبها. هذه العناوين العريضة هي تحت كل ملف ستأتي عناوين كبيرة، منها هو تقييم الوضع الراهن في كل المجالات، وتقديم مشورات في نهاية الأمر إلى رئاسة الدولة. يعني اسمح لي نجيب، أفهم منك هذه النقطة، تقديم مشورة أم ملزمة؟ يعني إذا خرجت بخلاصات، هل ستكون مثل المشورة للرئيس أم ملزمة للرئيس؟ بالأخير طالما تعكس إرادة القوى اليمنية الموجودة، هذه الإجراءات لابد أن تتحول الحلول إلى إجراءات عملية. إجراءات عملية في حالة عدم تنفيذها إلى إجراءات كيف تنفذ؟ عملية. هل تكون ذات سلطة دستورية فوق الرئيس أم تحت الرئيس؟ تنفذ لا تنفذ عبر إجراءات واضحة. أنا قلت لك وبشكل واضح، الحالة القانونية للدولة ستظل قائمة، والحالة الانتخابية شرط أن تكون مستجيبة للإرادة الشعبية والحاجات اليمنيين ومتطلباتهم اللي في الداخل واللي في المؤتمر. هذا إرادة جديدة يتم تخليقها، ولنفترض أنها جمعية تأسيسية. جمعية تأسيسية هل ستخلق حاجة جديدة خارج جمعية تأسيسية؟ يعني الدولة تلتغي، يعني تلغي شرعية الدولة تعمل جمعية تأسيسية؟ لا أنا ما أقولش هذا. يعني كأن نحن اليمن مش بنت أمس تعمل لها جمعية تأسيسية. أنا واضح. هذا انقلاب على الدولة.
اسمع اسمع، أشبه بالهيئة التأسيسية لإصلاح الشرعية، إصلاح الشرعية وتطوير أدائها. أنا سؤالي محدد، هل ستكون مخرجاتها، اسمح لي اسمح لي، هل ستكون مخرجاتها تنظرون إليها أنتم كأنها ملزمة فوق الدستور وفوق الرئيس أم تحت الرئيس؟ يعني سيطلب منه كم مشورة؟ لا 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 يوجد خروج على الدستور، هذا عمل تحت مظلة دستور الجمهورية اليمنية، لكن بالأخير نحن هناك تهديد وجودي، وجود لفكرة الدولة وبقائها والسير باتجاه الفوضى والاضطرابات والانقسامات والوضع أوضح ما يمكن أن يكون. هذا واحد. والمسألة الثانية هي الوضع الإنساني الذي يعاني منه الناس، وبالتالي هذه المشاكل، يعني الوضع الإنساني بلا دول الخليج مش قادرة تدفع كم مليار لدعم العملة، تحتاج مشاورات عشان تدعم. جاء هذا المؤتمر، يعني هل مشروط الدعم مشروط بمشاورات؟ لا 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 الدعم كله اللي هم بيدعمونا دائما لهم 7 سنوات وإحنا وياهم صف واحد، وكثير من الأمور ما علاقة الوضع الاقتصادي بمشاورات. رغم الخلل الموجود، الوضع الاقتصادي من أهم المواضيع. الوضع الاقتصادي سيناقش ملفات كثيرة بما فيها الموارد العامة، الفساد، مسألة إعادة تكتيل يعني القوة المالية للدولة وشغل بطريقة صحيحة، ضرب ثقوب الفساد وحالة الفوضى الموجودة في هذا الجانب، إعادة حوكمة الجانب الاقتصادي بكافة يعني جوانبه عبر حلول. كل الجميع اللي مجتمعين دائما ينتقدوا انه ما في خلل، الشرعيه ما اشتغلت، كل شيء يقال. نعم نجيب، يرجعوا يحملوا التحالف. الان اجتمعوا وقالوا لنا بشكل واضح، اجتمعوا ما تقرروه نحن معكم، فقط قرروا ما تشتوا اصلاحات في كل الجوانب واعملوا لنا حلول واجراءات ونحن معكم ندعمكم حتى نتمكن من انقاذ اليمن بايديكم وايدينا. نعم سأعود إليك نجيب، أستاذ نجيب غلاب وكذلك أيضا أستاذ محمد المقبل، لكن نذهب إلى فاصل وقد ذهب بنا الوقت طويلا من وقت الفاصل المحدد. نذهب إلى فاصل ومن ثم نعود معكم أعزائنا المشاهدين. أهلا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى، وما يزال النقاش والحديث عن مشاورة الرياض المبهمة كثيرا والتي حولها الكثير من الاستفهامات، ربما للتباين الكبير ما بين أهدافها المعلنة والأهداف المبطنة لهذه المشاورات. أستاذ محمد البقول، لديك كنت ملاحظات على الأستاذ نجيب غلاب، ما هي؟ والله هو طبعا نجيب يعني عنده حس نوايا كثيرة سياسية تجاه أنه ممكن أن تفضي إلى شيء، لكن في نقطة في غاية الخطورة، هي بتهدد مرجعية الدولة اليمنية القائمة أساسا، ومن بينها مخرجات مؤتمر الحوار الوطني، المبادرة الخليجية والآلية التنفيذية، الدستور القائم. أيوة يعني المخرجات هي مجرد مقترحات بالضبط، لكن أيوة الدستور القائم هو أكثر شرعية. أي بالضبط، الحوكمة أساسا وبناء دولة حكم رشيد وبناء إصلاحات مؤسسية وبناء هيئات مستقلة، كلها تضمنها رؤية مؤتمر الحوار الوطني. ليس من ضمن بنود هذا البرنامج على الإطلاق أي إشارة إلى عكس حتى الاستفادة النظرية من مخرجات الحوار الوطني فيما يتعلق بنقطتين أساسيتين، اللي هي الوحدة المالية، وحدة الموارد المالية، وأن تصب في وعاء مالي واحد. تظل المخرجات أيضا محمد اسمح لي، تظل مقترحات، أيوة، لكن ليست سند دستوري قائم. أنا أكلمك كمرجعية عبد الله، كمرجعية فيما يتعلق للمرحلة اللي هي المرجعية في كانهم يقولوا مش ملزمين بمخرجات الحوار الوطني، أيوة، لكن بالدستور اليمني لا يمكن أن يقال لسنا ملزمين بالدستور. أيوة، هذه النقطة. النقطة الأهم واللي هي البارزة، من الذي يعني مثلا على سبيل المثال جعل الأداء للدولة اليمنية ضعيفة بصراحة؟ عدم عودة الرئاسة والحكومة إلى عدن، وعدم وجود جهاز أمني وعسكري داخل عدن يتبع. من الذي منع ذلك؟ من الذي منع ذلك بكل صراحة؟ التحالف. من الذي أيضا جعل قوات، من سلح ميليشيات خارج إطار وصلت الدولة؟ وصلت وأهانت رمزية الحكومة في قصر المعاشي ببساطة، معروف من هو السلاح الإماراتي. أيوة السلاح الإماراتي. نعم. هذه نقطة في غتل. من الذي مثلا ضرب الجيش الأمن بالطيران؟ بالطيران يعني بصراحة. من الذي أيضا نقطة في غاية الأهمية، كان الجيش على مشارفنا، من الذي أخر رواتب الجيش سنة وعدم كاملة. سنة كاملة وعدم دعم الجيش يقايض ويبتز بالسلاح ويعني بدعمه بالسلاح هذه أهم نقطة وهي في غاية الأهمية. تمام، وأنا أتمنى إذا كان في واحد شجاع داخل مشاورة الرياض أن يطرحها، من بسؤال بسيط، من الذي منع أن تصدر الدولة اليمنية
مواردها وبالذات الغاز في بالحاف. في بالحاف نعم. ايوه. ومن الذي وقف ايضا خلف الاغتيالات للقوى السياسيه في داخل عدن؟ بالضبط ايوه اللي قالت شيء. ومن الذي جعل عدن عدن مكشوفه استخباراتيا للعدو للعدو الى ان الى ان يصل الى قائد عظيم مثل جواس؟ كثير من القاده. ايوه كثير من القاده ويعني بعمليه نعم. هذه نقاط في غايه الاهميه ويجب ان تطرح. ايوه. واخر نقطه اطرحها وهي نقطه في غايه الاهميه. انا طبعا قبل ان اتي للحلقه اجريت 3 ساعات يعني انا احترم المشاهد من اجل البحث عن معلومه هل لدى المكونات السياسيه رؤيه ستدخل بها؟ الى لا يوجد اي مكون سياسي يمتلك رؤيه. اذا من ذاهبين من اين ستاتي الرؤيه؟ فقد الشيء لا يعطيه. لا يبدو أن هناك طبخة يراد إخراجها عبر هؤلاء الحاضرين. سأعود إليك. لسنا مجزمين فيه. نحن يعني نؤكد على نقطة في غاية الأهمية. هي نقطة في غاية الأهمية. يجب ألا يكون هذا هذه الصيغة الجديدة شكل من أشكال نسف شرعية للدولة اليمنية. فليذهب تذهب الرمزيات إلى المزبلة يعني تذهب القيادة السياسية لكن وفق تقاليد الدولة اليمنية الدستور القائم والدولة بالضبط. والمؤسسات القائمة لأن نسفها سيشرعن الوجود القائم للحوثي داخل صنعاء. بالضبط. وهذا هو النقطة الخطيرة أيضا. نعم محمد شكرا لك. وأيضا أعود إلى عبد الله التنومي وأيضا من خلال هذه ربما النقاشات بين اليمنيين ما الذي تراه أيضا أستاذ عبد الله التنومي لهذه المشورات المشاورات عفوا؟ الله يعطيكم الصحة والعافية. الحقيقة كل الحوار من أوله إلى آخره ينصب في مصلحة اليمن وأهل اليمن. تمام. وأتمنى أن إحنا نخرج بنتائج. وما أنسى أني أعزيكم وأعزي بلدنا وكل الوطن العربي في اللواء الجواس اللي توفى الأسبوع الماضي. الدستور اليمني الآن يحتاج إلى دستور. هذا إذا أردت أن نرجع للموضوع القانوني يحتاج إلى دستور. لذلك أرى أن الشرعية الآن هو جمجمة الشرعية الآن هو هادي ولا يزال وكثر خيره وما قصر والله يبيض وجهه أنه جالس لحد الآن. هذا واحد. اثنين ما تحت هادي يجب غربلة الموضوع تماما. لا تجاملون أنفسكم ولا تجاملون الآخرين. نعم. السعودية تستطيع أن تدفع 2 و3 و5 و10 لثبات سعر الريال اليمني لكن تدفعها لمن؟ هذا علامة استفهام. البنك المركزي هو هيئة مستقلة الآن موجودة البنك المركزي وتم تعيين محافظ البنك مستقل ومدعوم من التحالف وذو سمعة جيدة وحسنة. مرحبا على عيني وراسي. أنا ما أشك في أحد. نعم. أنا أقول لصالح اليمن يجب على أهل اليمن أن ينقدون الفاسدين في اليمن مش نعم. احنا اللي ننقدهم. احنا ما عندنا مشكله. انتوا انقدوا من تريدون وغيروا من تريدون. نحن 7 سنين ونحن معكم قلبا وقالب وسنبقى معكم من امامكم ومن خلفكم ومن فوقكم ومن تحتكم. احنا معكم ما حد نعم. بيتخلى فيما عنكم فيما يعني. ترونه انتم كيمنيين احسنوا الاختيار. نعم فيما ترون انتم كيمنيين ونحن معكم. هذا ما يقال سعوديا. انا يا سيدي احنا احسنوا الاختيار في القاده العسكريين وفي القاده الاقتصاديين واحنا معكم. ما حد قال ولا شيء. إنما دستور اليمن لا تتحدث عن دستور اليمن. فالدستور لماذا لماذا لا نتحدث عن دستور اليمن؟ لماذا لا نتحدث عن دستورنا يعني؟ دستور. لا يستطيع لا يستطيع لا يستطيع مجلس النواب عندكم الآن أن يقدم أو يأخر. لا يستطيع. من الذي منع انعقاده؟ يعني انعقد حين أرادت السعودية أن ينعقد مجلس النواب انعقد في سيون. وحين لم ترد السعودية توفير له الأجواء المناسبة لم ينعقد حتى ذلك الحين. إذن ما يقال السعودية أنتم كيمنيين قرروا ما ترونه مناسبا ونحن معكم دائما وأبدا. شكرا لك أستاذ عبد الله التنومي المحلل السياسي السعودي. وأعود إليك أيضا أستاذ أو عميد روك محمد عبد الله الكميم في نقطة تود أن تختم بها هذا اللقاء. اولا اخي عبد الله يعني السوء يعني مش عارف النظره التشاؤميه التي موجوده لدى الجميع. ان اجتمعوا الناس شكوا الاجتماعات وان ما اجتمعوا قالوا ليش ما اجتمعوا ان حضروا بعض الناس قالوا ليش ما يحضروا القصه الثاني. مش الناس متشائمين من الاجتماع لكن اجنده غير واضحه. يا اخي لا لا انا يا استاذ عبد الله انا ما الوم حد يعني يقدموا عناوين. اسمح لي يا اخي محمد يقدموا عناوين لاصلاحها بالامكان ان نعمل لجنه تنسيق سعوديه يمنيه. وين لجنه التنسيق السعوديه اليمنيه وتحل كل هذه الاشكالات فيما يتعلق بين العلاقه بين اليمن والتحالف؟ هذه واحده. وضع مثلا اصلاح الدوله يجلسوا مع هادي يقولوا هادي نطلب منك
عمل كذا كذا، ما يحتاجش القصه دي كلها يعني لو حسبناها. ولذلك الناس توقف. من يقول لك انه ما يحتاج القصه كلها وانت عارف ايش تواجه الدوله وانت عارف تواجه المكونات القوات المسلحه الان معك 20 مكون عسكري. من المشكله في ذلك؟ يعني لما تدخل التحالف محمد كمين اسمح لي لما يدخل اسمح لي لما تدخل التحالف هل كان موجود هذه التشكيلات؟ كان موجود الحوثي؟ الحوثي سيطر على الجيش اليمني بالكامل وكان هناك مقاومة تم تصفيتهم من عدن وقتلهم وإخراجهم من عدن بقوة السلاح للتحالف. من الذي أوجد هذه المشكلة؟ تحالف. نحن دولة يمنية. اسمح لي، الدولة اليمنية فشلت محمد الكميم، فشلت في 2015 عند دخل الحوثي إلى صنعاء. من 2015 إلى الآن هو فشل من امتلك القدرة والمال والسلاح وهو التحالف. لماذا أنا أقول ذلك بصراحة؟ نجلس نكذب على بعض ليش يعني؟ طيب خلونا نجتمع نشتغل يا أستاذ عبد الله. الحوار اللي قاعد تشاوري لم يبدأ بعد، الذي دول عمل لم تبدا بعد. خلونا نشوف الاجتماعات تبدا، خلونا المشاورات تبدا، باين نطرح اوراقنا وباين نطرح كل ذي كما كلمتك، على نطرح كل النقاط الضعف ونقاط القوه السلبيات والايجابيات. سوف نقيم اداء المرحله الماضيه كلها، هناك نخب من جميع المستويات، هناك اعضاء مجلس النواب، اعضاء مجلس الشورى، هناك السفراء، هناك الخبراء الاقتصاديين، هناك من كل المكونات اليمنيه. نعتذر للاستاذ محمد عبد الله، كما يبدو ان النقطه الرئيسيه التي أراد قولها خلونا نشوف عقله لا فين يوديه زي ما قال الصومالي. وأعود إليك أيضا أستاذ نجيب غلاب، وما تود أن تختم به أيضا هذه الحلقة. وصلت إلى حالة من الجمود والتكلس، والأمر أصبح أوضح ما يكون للي في الشرعية ولخصومها وأيضا لحلفائنا، ولا بد من إعادة يعني لا بد من تجديد وبناء حتى تظل مشروعية الدولة قائمة. لأنه إذا حصل استمر الخلل داخل الشرعية بهذا الشكل واستمرت التناقضات ولم يتم توحيد الصف ولم يحصل التغيير المطلوب وعبر إجراءات متعددة في كافة الملفات، أنا أعتقد أنه ربما الشرعية تصل إلى حالة النهاية يعني. وهذا أمر لا يرضى به أحد، لا اللي في الشرعية ولا كافة اليمنيين، لأنه سيحدث خلل في بنية يعني في اليمن بشكل كامل، وبالتالي منظومة الشرعية كمنظومة كلية بحاجة إلى تجديد، إلى تغيير، إلى ضخ دماء وتغيير في النهج وفي الاستراتيجية وأيضا في القيادة. كيف سيتم وكيف سيخرج هذا؟ الجميع سيكون ملتزم بالدستور اليمني وضمن إطار الشرعية القانونية للدولة وضمن إطار أيضا الشرعية الانتخابية. كيف سيتم إخراج هذا الأمر وما هي الحلول التي ستضع؟ لا يمكن أنا اليوم ممكن أقول وجهة نظري وأنت تقول وجهة نظرك، لكن هناك مجتمعين اليوم في لقاء تشاوري هم من سيقيم الوضع الراهن، هم من سيضع الحلول، هم من سيحددوا الإجراءات. كيف ستنفذ هذه الإجراءات؟ ستتم عبر مؤسسات الدولة نفسها، وتعتبر الرئاسة إحدى مرتكزات المهمة في هذا الجانب. ما يهم الآن هو أن يتوافقوا على هذه الحلول وأن لا تحصل مشاكل حتى لا نخسر جميعاً ضمن إطار ما أسمع الآن وضمن إطار النقد. صحيح بعض الناس متوجسين ولديهم مخاوف، لكن ما يهمنا هو إنقاذ الدولة اليمنية والحفاظ على مشروعية الدولة وبقائها، وحتى لا تصبح الشرعية ضعيفة ثم تذوب وتنتهي دون أن ندري. نعم، وتتلاشى. هذه هي الفكرة الرئيسية أستاذ نجيب غلاب وكيل وزارة الإعلام، شكرا لك. وأشكر أيضا العميد الركن محمد الله الكميم عضو مشاورة الرياض الذي كان معنا أيضا عبر الهاتف، وأنت أيضا عضو في هذه المشاورات. كما أشكر أيضا دكتور عبد الله التنومي المحلل السياسي السعودي الذي كان معنا أيضا عبر الهاتف. وأشكرك أيضا أستاذ محمد المقبلي على وجودك معنا في الاستديو الكاتب والسياسي المعروف. أشكركم أيضا أعزائي المشاهدين على حسن متابعتكم، وألقاكم في حلقة أخرى من حديث المساء، وفي أمان الله.